مشاهدي سيريا تي في، أهلا وسهلا فيكم بهذا الخبر العاجل اللي وصلنا من منطقة المالكية في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، في منطقة الجزيرة السورية واللي حاليا مسيطر عليها من قبل قوات الحماية الذاتية بأسماء متعددة، إن كانت قسد، إن كانت قوات سوريا الديمقراطية، إن كانت اليبيجي وما شابه من الأسماء المتعددة للإدارة الذاتية الكردية المتواجدة في المنطقة. الخبر بمضمونه قرية سويديكة اللي تمتلكها عائلة حنا القس، أحفاد حنا القس وأبنائه هن بيمتلكوا هالقرية كاملة منذ يمكن أكثر من 100 عام. يعني خلال هالفترة كانت المنطقة كلها هي ملك لهالعائلة، هي بتديرها، هي بتزرعها، هي بتعمل. وفي هذه القرية يوجد نبع ماء، هالنبع المي الموجود في هالقرية هاد كمان قديم. هن الملاك الأرض عائلة حنا القس هن عمروا مقابلة بوابات للسقاية مثل حائط مع بوابات بيفتحوها وبسكروها على كيفهم مشان سقاية الأراضي المحيطة بالنبع والقرى المحيطة بالنبع، واللي ليست كلها قرى من شعبنا سريانية، هي قرى فيها بيناتهم أكراد في عرب. اللي صار أنه هذه القرية كانت بتزرع سابقاً الرز، ولاحقا بلشوا يزرعوا شجر الحور، وحاليا الأرض بالقرية تمتد قريب 20 هكتار، يعني قريب 200,000 متر مربع، وهي مزروعة أغلبها بشجر الحور، يعني في عندك ملايين الأشجار بشجر الحور. اللي صار الجديد في الموضوع أنه 12 بالشهر الثامن شباط الماضي توجه مجموعة من مع آليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وبتهد هذا هالبوابات تبع النبعة، نبعة سويديكة معروفة، وبتعمر جدار بيتوني مسلح أمامه تحجب المي عن السواقي اللي كانت بتسقي هالأشجار الحور. من المعروف أنه أشجار الحور بحاجة للسقاية مدة كل 10 أيام تقريبا لازم تسقى مرة، وإلا هذا الشجر بيموت. بهالعملية الإغلاق فهالمي ما راح تستمر بالذهاب إلى شجر الحور مشان السقاية. واللي أسباب هالقوة التابعة لسموها المالية العامة لقسد، الآليات التابعين لهم، رادوا يعمروا أو يقيموا منشأة سياحية في المنطقة، مسابح وما شابه ومنتزهات، على حساب الثروة الطبيعية الموجودة هناك، على حساب الثروة حتى الحيوانية، لأنه من المعروف أنه الشجر الحور اللي موجود في هذه المنطقة بيسكن بين أغصانه وبين أوراقه طير معروف العقاب، هو طير كمان نادر بس موجود في هذه المنطقة على هالمنطقة، وفي حال ماتت هالأشجار معناتها في عندها تأثير بيئي على المنطقة. اللي صار أصحاب المنطقة بتواصلنا مع السيد الياس القس اللي هو أحد اللي مهتمين في هالأرض من أبناء آل حنا القس، وزلمة أعطانا كامل المعلومات اللي صارت هناك بأنه توجه لهالمجموعة هاي أنه مين سمح لكم تهدوا البوابات وتعمروا هذا الحائط، ومين انتو، وين الموافقات، وين كذا. الكلام كله كان انه نحن ما لنا علاقة، شوفوا المسؤولين. راجعوا المسؤولين، المسؤولين بالمنطقة وبيناتهم حتى وصلوا لمكاتب الاتحاد السرياني، حزب الاتحاد السرياني الدورونوية في المنطقة، وتواصلوا مع احد المسؤولين تبعهم هو سيد يشوع قورية، وعلى الكلام اللي كان قيل كجواب على هالاعتراضات انه كلام وصل لمسؤول قوات قسد اللي هو قائد قوات قسد اللي هو مظلوم عبده او مظلوم كوباني، كمان متعدد الاسماء، فوصل الكلام عنده. بعد ما وصل الكلام للسيد مظلوم عبده على ما يبدو اعطي امر بايقاف العمل، فتوقف لمده يوم واحد. استغل السيد الياس القس هالفترة هاي ورجع عمر البوابات
مثل ما كانت موجودة بالطريقة اللي توارثها عن آبائه، بالطريقة البدائية اللي كانوا يعمروا فيها، واستمر وسقى، قدر يسقي شجر الحور. وهذا الكلام كان 14 بالشهر الثامن آب الماضي. ومن بعد هذيك العملية اللي توقفت لمدة يوم كانت كافية لها السقاية، رجعوا مرة تانية، هدوا البوابة لمرة تانية وعمروا الحائط، واستمروا في أعمال الحفر بآليات الكبيرة، آليات الحفر والردم وما شابه، ومستمر العمل فيه لحد هلا. هذا هو الخبر في البداية. طبعا سيد الياس القس حاول يتواصل مع أطراف كثيرة في المنطقة، مع المسؤولين في المنطقة في منطقة المالكية، وبعد خبر القامشلي وما شابه، ومع ذلك دون أي جواب شافي أو لإيقاف لعمليات الحفر اللي عم تصير. النتيجة تبع هالعمل هذا هي أنه الشجر الحور إذا استمر العمل هيك فرح تتأثر ورح يموت هذا الشجر، وبيموت هذا الشجر تأثيره البيئي حكينا عليه. موضوع تاني أنه هالأراضي هي ملك لهالعائلة، مثل ما حكينا من أكثر من 100 عام ملك لهالعائلة، يستثمروها ويديروها ويقوموا بالعمال فيها. وهذا النبع هو مورد الماء اللي بيسقي هالأراضي هاي الشاسعة اللي حكينا حوالي 200,000 متر مربع من أشجار الحور. المطلوب من العائلة أنه إيقاف الأعمال، ولكن للأسف الكلام يتردد والأذان الصاغية غير متواجدة. بالتالي كل اللي عم بيصير أنه عم بيحاولوا يتهربوا من الموضوع. وصل الموضوع إلى السيد علي الشير على ما يحكوا أنه هو المسؤول عن المالية العامة لقسد، اللي هالآليات وهالأعمال تابعة لهم، ولكن كمان بدون أي جواب. السيد علي الشير مثل ما أبلغنا أنه في أكثر من شخص يمكن بيحمل نفس الاسم، وأنه هذا الشخص قد يكون أنه مطلوب لهيئات دولية كمان، تركيا وما شابه، لأنه ارتباطه قد يكون بالPKK، حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا. الخبر هون بينتهي كون لا جديد عليه. أعمال الحفر مستمرة، أعمار تغيير بمحيط النبع سويديكي مستمر، الحائط موجود، المناطق الأراضي اللي راح تزرع راح تسقى توقفت عنا السقاية. كل هذا الموضوع هون مستمر، ولكن أي جديد على الأرض ما بصير. بتواصلنا كمان مع آل حنا القس ملاك الأرض، كان الكلمة الواحدة اللي قالوها أنه سبب هالأعمال أو غاية هالأعمال هي ليست إقامة مشروع سياحي. من عدة أشهر كان نقلنا خبر عن نفس المنطقة، وقلنا أنه هالمنطقة متنزه، هالمنطقة موجودة مراعي فيها كتير، المنطقة كلها متنفس للمنطقة كلها، وكانت عم بتصير أعمال تسوية لمنطقة جبلية الموجودة هنيك على شكل مصاطب في الجبل، بغية زراعتها لمشاريع اقتصادية خاصة فيهم كمان بنفس الأرض وبدون موافقة أصحاب الأرض، والأعمال كان في عليها تعدي. بعد تداول هذا الموضوع فترة زمنية توقفت هذيك الأعمال. حكينا كمان أنه على نفس الأرض في الخبر اللي بذعناه من عدة أشهر، بنفس المنطقة كان في معسكر تدريبي عسكري يؤخذ له غالبا الأطفال، يعني أعمار 13 14 15 16 سنة، يؤخذ ويدرب هناك لصالح قوات سوريا الديمقراطية، لصالح قسد، لصالح SDF. والمعسكر ما زال مستمر موجود لحد هذا الوقت. كمان منشأ هذا المعسكر على نفس أراضي هالعائلة هاي في هالقرية هاي. فالتعديات مي أول مرة، هذا التعدي يمكن نعتبره الثالث بهذه المنطقة هاي. الغاية منا الأهالي أبناء حنا القاس، السيد الياس القاس، أنه الغاية
هي قلع جذورنا من المنطقة، تهجير شعبنا من المنطقة. الغاية عدم إبقاء أي شخص من السكان الأصليين القدماء اللي موجودين في هالأرض أباً عن جد، قلعهم من جذورهم لتصبح أرض خاوية ليستعملوها ويستثمروها، ويدعون في المستقبل أنه هن ملاك هذه الأرض عن زمن. وهذا التاريخ واضح بالنسبة لهالمجموعات الحاكمة اللي موجودة حالياً في منطقة الجزيرة السورية، قوات سوريا الديمقراطية، حزب الاتحاد الديمقراطي البي واي دي، وطبعا ارتباطاتهم بالبي كي كي حزب العمال الكردستاني صارت واضحة. هالأعمال عم تستمر، وهي ما هي أول مرة في المنطقة نفسها، في الأرض نفسها. قد ذكرنا هي ثالث حادثة تذكر هناك أو موجودة ومستمرة لحد هالوقت. هذا هالعمل هذا شو راح يؤدي؟ أصحاب الأرض بيقولوا حتى ولو أدى هذا العمل لقتلنا في الأرض في سبيل هذه الأرض، ما رح نتراجع وما رح نسكت أبدا. حتى في اليوم اللي صارت أول عملية هد لهالبوابات هاي، السيد الياس القس توجه إلى المنطقة، أحد المسؤولين اللي كان موجود على هالعمليات الحفر اللي عم بتصير هنيك والبناء هذا الحائط البيتوني اللي عمروه، قالوا له بالحرف: أنت مسيحي، ما بتساوي عنا أكثر من طلقة. هاي هي قيمة الشعب اللي ساكن بهالمنطقة، اللي بنى هالمنطقة عند هالمجموعة الحاكمة اللي موجودة هنيك، والأصابع المتنفذة اللي موجودة بيناتهم. هالأعمال هاي بالجزيرة لوين رايحة؟ نرجع شوي، معلش، فلاش باك لورا، منشوف انه هذا الشيء ما اول مره عم بيصير في منطقه اللي تعتبر تسمى الاداره الذاتيه في الجزيره السوريه. من على سبيل الذكر وليس الا، بال2015 قتل رئيس مجلس حرس الخابور الاشوري الشماس دافيد جندو، وكان بيرافقه كمان لياس ناصر اللي نجا بإعجوبة إلهية من القتل بعد ما أكل 5 طلقات منها في الوجه، ولكن نجا، إنه الشهيد الحي. بعد هاي في 2015، في نهاية 2015 نذكر في سبيل الذكر بس الأحداث، التفجيرات اللي صارت في حي الوسطى في مدينة القامشلي، دافيد جندو في منطقة الخابور في تلتمر، تفجيرات في منطقة الوسطى. في بداية 2016 كان قتل الشاب هنري داود، أحد عناصر سوتورو الوسطى، أو سوتورو اللي كان بيحمي مناطق الوسطى، وليس السوتورو اللي عم بيشتغل مع حزب الدورونوية، حزب الاتحاد السرياني. قتل هذا الشاب في حي الوسطى بطلقة لا تبعد مسافة متر قريب، وقتل في الرقبة. حوادث أخرى استمرت خلال هالفترة كلها. رح على سبيل الذكر كمان، ما رح نحكي في التعدي على الأملاك، تعدي على البيوت الفارغة بحجة أنه إدارة الأملاك الغائبين. والسيد الياس القس هو مسؤول لجنة أملاك المسيحيين في مدينة ديريك المالكية، هو من المسؤولين هناك واللي بيشتغل مع حزب الاتحاد السرياني بهالصفة هاي، ومع ذلك لم يحميه هالمكان من أن يصير تعدي عليه وعلى أراضي اللي بيمتلكها هو وعائلته وأسرته كلها. اللي صار كمان من على سبيل الذكر، سليمان يوسف الكاتب الناشط كمان يوم اللي يخطف من بيته ويساق لمدة 5 أيام، يعذب ويحقق معه، وبعد 5 أيام يترك في سبيل الضغط
لإسكات قلمه. السيد عيسى رشيد، ملفونه عيسى رشيد، اللي كمان كان عنده موقف من تعليم منهاج اللغة السريانية حسب اتحاد السرياني، حزب الاتحاد السرياني، حسب الدورونوية، مثل ما رادوا يغيروا مناهج التدريس بإرشادات وتعليمات من الإدارة الذاتية، لما رفض أنه يتغير المنهاج اللي حطته لجنة نصيبين للغة السريانية تعرض لمحاولة قتل، لا تسمى غير محاولة قتل، ضرب بهراوات على الرأس وهو طالع من بيته بحي الوسطى على شارع القوتلي، نجا من الموت بأعجوبة. اللي صار اعتقال حسام القس من فترة كمان، اعتقال حسام القس اللي هو أحد أحفاد حنا القس واللي هن هالأرض بيمتلكوها مع العائلة الكريمة، عائلة آل القس. حسام القس اللي هو ناشط كمان حقوقي وهو متكلم أو مسؤول إعلامي بجبهة الحرية والسلام، كمان خطف من بي من 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 السوق وأخذ إلى معتقلات الإدارة الذاتية لمدة يومين، بعدين اطلق سراحه. بعد حسام القس، ومن هذا الكلام من الأسبوع الماضي، السيد المهندس عبد الأحد آدم اللي هو موظف في مكتب الإصلاح الزراعي في مدينة المالكية، موظف عند الدولة السورية وليس عند الإدارة الذاتية، ومع ذلك أخذ من بيته، خطف من بيته، اعتقل بطريقة إرهابية، كمن يعتقل أحد أفراد داعش، كمن يعتقل عصابة إرهابية بهجوم بالخوذ بمجموعة كبيرة من الخمس سيارات مدججين بالأسلحة والرجال، هجموا على البيت وأنزل من بيته أمام زوجته وأولاده بلباس النوم، وأخذوا يوم الخميس وجه الصبح وأعادوا بعد تحقيقات يوم السبت إلى بيته. هي جزء من القصص. حكينا كمان على البيوت، تعدي على البيوت في مدينة القامشلي، تعدي على البيوت في مدينة الحسكة، الخوري المرحوم الخوري جورج تشاتشان شلون أخذوا البيت تبعه بالوسطى بالقامشلي، كل هالكلام نفس الأشخاص نفس الأدوات، ولكن دائما دائما المستهدف الأول هن شعبنا، والغاية الأساسية هي تهجير وإخلاء المنطقة من شعبها الأصلي اللي بناها واللي عمرها بعد ما كانت أرض خاوية، أرض خاوية لا حضارة فيها، وصلت لمرحلة من أكثر مناطق في سوريا حضارة بفترات زمنية بالخمسينات والستينات من القرن الماضي، كانت من أكثر المناطق حضارة، ولكن هذا الشيء لا يعجب المتعدين، لا يعجب المغتصبين، لا يعجب المحتلين في هذه المناطق. هذا هو الخبر تبعنا اليوم، وأكيد إذا صار أي مستجدات راح نرجع عن هذا الخبر. موجزة قبل ما أختم الفلاش، أقول الخبر مرة ثانية، 12 بالشهر الثامن تم هدم بوابات نبع سويديكي اللي موجود في قرية سويديكي، واللي بتمتلك المنطقة قرية آل أحفاد آل حنا القس، واللي تم بموجبه منع سقاية 200,000 متر مربع من أشجار الحور التي بحاجة إلى سقاية دورية كل 10 أيام، ومخلفات ذلك تأثير على البيئة، وبنفس الوقت تأثير على التواجد شعبنا في المنطقة، شعبنا السرياني الآشوري الكلداني، وهالعمليات التهجير اللي عم بتصير بحق هذا الشعب العريق اللي موجود في المنطقة. الأعمال عم تستمر، والردود الفعل المنتظرة أو اللي واحد بيتوقع
من الموجودين في المنطقة كمسؤولين للأسف ما في أي قوة تغيير على الأرض. كل المشاريع مستمرة لتاريخه، الأعمال موجودة ومستمرة، وأصحاب الأرض لا يستطيعون التصرف بأراضيهم، لا يستطيعون التصرف بزراعاتهم، لا يستطيعون التصرف بأملاكهم. هذا هو الواقع اللي موجود حاليا في هالمنطقة هاي، وهذا كان الفلاش نيوز، الخبر اللي حابين نشارككم فيه، أملا في الوصول إلى حل وعدم تكرار هيك قصص، مع أنه الأمل ضعيف ولكن يبقى أمل. إلى هالوقت بنقلكم إلى اللقاء، وفي خبر تاني رح نلتقي أكيد مرة تانية.